كتعرفوا على ان المشكل ديال جامعه كره السله مع فريق اتحاد طنجه والفرق الاخرى ماشي والد اليوم، هو والد 4 ولا 5 سنوات هذه، لان صراحه كنعيشوا واحد الوضع في جامعه كره السله على ان اللي قال الحق واللي هضر بالقانون واللي هضر في شي حاجه اللي ما كتنسجمش مع المزاج ديال رئيس الجامعه، الا وكيكون القرار ديالو هو التعسف، والقرار ديالو هو يعني الاجراءات او الزجريه، فحال اللي وقع واحد مجموعه الانديه اللي مساكن تمسحوا من الخريطه ديال كره السله، فحال النادي القنيطري اللي كيعاني الان، وكاين الانديه ديال تاريخ ديال كره السله ديال الاتحاد الرياضي، حتى هو الفريق اللي ما لعبش موسمين اليوم هذا العام هذا غادي يرجع من القسم الثالث، وكاين الفريق ديال السي ام سي النادي البلدي البيضاوي العريق اللي حتى هو شفت تاريخ كره السله كيفاش تلعب بهذا السيد هذا، باش تعرف على انه ما عندوش واحد الرؤيه باش يطلع كره السله يرفع الايقاع ديالو وكذا. إذا جينا لهذا الموسم هذا كاين واحد مجموعة المغالطات حول الأحكام القضائية، فالأحكام القضائية ما عندها شي علاقة بهذا الموسم أولا بالاعتذارات ديالنا. الأحكام القضائية عندها هي مرحلة تقاضي، كاين ثلاثة المراحل، المرحلة الأولى هي المحكمة الابتدائية كانت لصالحنا، المرحلة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف واللي ما كانتش ماشي لصالحه، كانت هناك رفض لأن شي خطأ في الشكل ولا في الموضوع اللي غيمكننا نصححوه نمشيو نناقضوا الإبرة ونرجعوا لهذيك الدعوة، إذا الدعوة ماشي نهائية. الحاجه الاساسيه اللي خصو يعرف الراي العام هي اننا حنايا هذه الفرق هذه متشبته بالقانون وبروح القانون، مادام اننا في دوله الحق والمؤسسات، في دوله اللي باني ديالها والحامي ديالها هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله عليه واله. اذا هذه الفرق هذو حيت كيطالبوا بالقانون رجعوا ما صالحينش، واخا حنا عندنا في النظام الاساسي ديال الجامعه البند 17 كيقول على ان الموسم الرياضي ينطلق 15 يوما بعد الجام العام العادي. هذا السيد بغى يعمل الجام العام العادي، المحكمة وقفت له لأن بالتعليلات هي كاينة في الحكم، مع جعل الحكم بالنفاذ المعجل، هذا الحكم هذا اللي كخصو هو يشوف الطرق القانونية باش يمكن له أنه يعقد هذا الجمع العام هذا. إذا مادام أن المحكمة وقفت هذا الجمع العام فاحنا ممكنناش ننطلقوا بالموسم إلى حين انعقاده. هو مشى شبر واحد عمل واحد الشيء مع واحد الفنادق، تحايل اولا على ديك الحكم الاستعجالي اللي هو باقي ساري المفعول وبالنفاذ المعجل اللي كان تاريخ الاصدار ديالو هو 5 دجنبر 2018. اذا هذا الحكم هذا باقي ساري المفعول الى اليوم، هو باقي دابا عاد هو السنفو، واخا رغم السناف ديالو ما كيوقفش التنفيذ ديالو، لان التنفيذ ديالو بصيغه يعني مستعجله. اذا حنا كفرق قلنا له ما يمكنناش ينطلقوا الموسم الى حدود انك تعقد الجام العام ديالك. علاش العقد الجام العام ديالك؟ لان المشرع كيقول على ان علاش ربط الجام العام بانطلاق الموسم، لان الموسم الرياضي ما فيهش غير البطوله وكاس العرش، الموسم الرياضي فيه واحد المجموعه ديال البرامج، واحد المجموعه ديال الامور اللي هي كتمشي تسريع الموسم كامل. اذا ما يمكنناش ننطلقوا الموسم وحنايا ما خلصناش وما حددناش مبلغ الخيرات اللي كتصادق عليه في الجام العام، اللي جا الوظيفيه في الجام العام، الميزانية السنوية التقريبية في الجام العام، نظام البطولة وكأس العرش في الجام العام، خبير الحسابات اللي غيكون ومراقب الحسابات خلال السنة في الجام العام، وحنا ما عقدناش الجام العام وغنبداو الموسم. زيد على ذلك الملاحظات ديال مكتب الافتحاص، لأن علاش الجام العام هو أحسن محطة؟ محطة مهمة لأولا تقديم الحصيلة الأدبية والمالية، وبالتالي مناقشة هذيك الخبره يعني ديال الخبره المحاسبيه ديال مكتب الافتحاص اللي جرتها الوزاره عن طريق مكاتب خارج يعني محايده. اذا كيف يعقل على اننا عندنا مجموعه المحطات اللي هي مهمه والجامعه كتعيش واحد الافلاس مالي اللي وصلنا لجوج المليار دابا وتصرفت 5.5 المليار سنتيم، وحنايا باقيين زايدين في نفس العابات نفس هذيك. حنا كنفتشوا على الشرعيه، حنا كفرق راه متضرر منذ 3 ولا 4 سنوات لا ماديا ولا حمجه، لان مستوى كره السله نزل الى الحضيض. وعلاش نزل هذا المستوى كره السله؟ لان ما بقاتش الرؤيه واضحه، ما كاينش برامج واضحه، الفئات الصغرى ما بقاوش كيلعبوا، واحد مجموعه الامور. اذا كفرق حنا قلنا الله يخليك تعقد الجام العام باش تقدم الحصيله ديالك وندخلوا للجام العام نهضروا عليها ونشوفوا نتائج الافتحاص المالي، عاد يمكننا نبداو الموسم. هو تحايل على الحكم القضائي، تحايل على الانظمه الاساسيه والانظمه العامه ديال الجامعه، وبدا الموسم ديالو بالطريقه اللي عجبته. حنا ما قلناش ما بغيناش نلعبوا، صدر واحد القرار اللي حنا استنفناه يوم امس البارح كفرق وطعنا فيه اللي بادوات قانونيه، وهذاك الحكم اللي كيتوقف مؤقتا حتى يخصو يحكم الحكم ديال الاستئناف، لان هو مشى التحايل على القانون استعملوا بالماده 21 اللي كيقول لك القوه القاهره. حنا ما عندناش القوه القاهره،
جامعة كرة السلة عندها مجموعة الأمور اللي كتحتكم القوانين نظام أساسي وأنظمة العامة هو التكميلي ديالها، وخص الأنظمة العامة خصها تكون منسجمة مع النظام الأساسي. إذن تاوي إذا بغينا نهضروا على أن باش تكون هناك بداية، يعني ملي كتكون المادة 51 اش كتقول؟ كتقول لك في حالة ما، في حالة غياب نص قانوني صريح في الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة كتنص على أي حاجة في القانون، كنمشيو للأنظمة الدولية، لأن كاين واحد الأنظمة الدولية ديال الاتحاد الدولي اللي كتعتمدها في لعبة كرة السلة. إذا كيف يعقل على أننا حنا متشبتين بالقانون وكنحاولوا نطبقوا بالقانون وكنبغيو المؤسسة ديالنا تكون كتعمل في إطار مؤسساتي، رجعنا حنا هما اللي غلط. حنايا بصراحة كفرق لا هذا القسم ممتاز ولا الفرق اللي معنا في القسم الوطني الأول ولا الثاني ولا الثالث متشبتين بالحق. أنا نعطيك مثال بسيط، البطولة كتلعب دورة بعد دورة مقابلة مقابلتين، فين هي البطولة؟ ها احنا نزلنا كاع، فين هي البطولة؟ الحاجة الثانية، مؤخرا دار بيضاء تلعبت كأس، تسعود المقابلات، ست المقابلات اعتذارات، باش تعرف على أن كرة السلة رحمها الله التاريخ كيسجل على أن هذا المكتب الجامعي بالرئاسة ديال السيد المتعنت اللي كيسير المزاج ديالو رحمه الله، ولكن العبرة بالخواتيم، واللي كيضحك اللي غيضحك مزيان هو اللي غيضحك في الآخر. بالنسبة للتداعيات ديال القرار على اللاعبين وعلى كذا، في الفريق ديالنا كيتدرب جميع الفئات ديالو بحال اللي كتعرفوا، الانشطه ديالنا الموازيه ولا الانشطه ديالنا الرياضيه الحمد لله هي كاينه في الساحه، اللي ما تقدرش تعملها حتى الجامعه وكنتحدى يعمل هذه البرامج اللي كتعمل اتحاد طنجه، وهذيك هي الغيره اللي جاتو، لان اتحاد طنجه واحد الفريق اللي هو نموذجي على جميع المستويات رياضيا تربويا اجتماعيا، زيد على ذلك فرق عندنا فرق ديال الاناث والذكور من اقل من 6 سنين حتى الفرق الكبار. فريق كبار كي جبنا مدرب باش نوجدوا الموسم ديالنا وباش يكون هناك بتطلعات جديده، ولكن مع كامل الاسف ما جبرناش يعني واحد المنافسه شريفه وواحد المنافسه اللي هي فيها منطق الحياد ومنطق ضمان الحق لهذه الفرق هذه، باش تكون اولا مبنيه على القانون باش يمكننا اننا تكون واحد منافسات شريفه بحال اللي قلنا وتكون سليمه وفي اجواء سليمه. لهذا فحنايا ما بغيناش نشاركوا، وحنا متشبتين بالراي ديالنا وكنتحملوا مسؤوليتنا من هذا المنبر هذا، كنتحملوا مسؤوليتنا كفرق كرؤساء فرق، ماشي من عبث، مادام اننا حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه القانونيه والاداريه ديال اي فريق، لا حنا ولا المكاتب المسيره ديالنا، فحنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا والعبره بالخواتيم بحال اللي قلت. اللاعبين صراحه تلقاو الصدمه، اصلا كيقول لك ما كايناش كره السله، فين هي التنافسيه وفين هي كره السله؟ كذلك المدرب صراحه بغى يرجع بحالو لبلادو، لان قال لك اذا ما كانش باسكيت باش ما نكون. حنا بالنسبه لنا باقي متشبتين بروح القانون وعندنا امل في القانون، وإذا كان هناك ضمائر ميتة فبالمقابل كاين هناك ضمائر حية، وحنا في مغرب محمد السادس وعندنا ثقة كاملة في القانون.